وصف مواطنون في عمان الاستعدادات للتعداد السكاني بأنها مناسبة وطنية، مؤكدين ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية ومساعدتها من أجل إنجاح مجريات عملية التعداد وإعطاء المعلومات الدقيقة لاستكمال العملية بكل يسر وسهولة. التعداد السكاني خطوة تقوم بها الدولة الأردنية لمعرفة خطتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لمدة 10 سنين قادمة، فأنا كمواطن أرى أنها خطوة إيجابية باتجاه خدمة الوطن والمواطن. واجب وطني هو كل أردني أنه يشارك بالتعداد، وهو مفيد أصلاً للحكومة وللمواطنين بشكل عام، وبتعرف شو في عندك تعداد سكاني، شو في عندك بيوت، وأي الحكومة أي مشاريع مستقبلية كمان بتقدر تنسق مع الجهات المعنية وتساوي عليها على مشاريع هاي. معظم دول العالم بيعملوا عدد سكان كل 10 سنين تقريبا، فالمفروض انه برضو احنا يكون عندنا تعداد سكاني بعمان، وبيساعد الحكومة انه تشوف يعني فين الاماكن اللي بحاجة للمساعدة، فهيك يعني بتأدي نظرة كويسة للحكومة انه تقوم تساعد الناس موجودين هناك وتشوف شو المشاريع اللي تقدر تعملها تزيد من تحسن الوضع بالبلد. ضروري انه الحكومه تعرف قديش فيها الاردن من مواطنين، وهم ضروري حتى لنفس السكان يفهموا حالهم قديش صار عدد سكاننا وقديش مستلزمات الحكومه، وهيك شغلات ضروريه يعني مهمه. يعني بالنسبه للتعداد السكاني هذا واجب على كل فرد اردني، هذا من حيث الخطط المستقبليه للأردن ولسكان الأردن والعدد السكاني، يعني واجب وطني، وكل إنسان وكل فرد من حقه أنه يتابع هذا الأمر ويشترك في هذا الأمر.